هاي 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 يهتدرك سلاموات دوار ومن ما شرب هاليوم باكر يذوق ومرحوم يلي عقبك القلب منهار يشكي عذاب غاير في قبرك تشتعل فيها الأنوار وتنبت رياحنا البساتيني فوق ودعتك الرحمن علام الأسرار وعساه مع الأبرار روحا والله والله ما توفيك الأشعار ومهما نقول القول ورثك يفوق ودنيا تدرك سلاموات دوار ومن ما شرب هاليوم باكر يذوق هاي 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 ودنيا تدرك سلاموات دوار ومن ما شرب هاليوم باكر يذوق ومرحوم يلي عقبك القلب منهار يشكي عذاب غاير في عروقه ويا علي قبرك تشتعل فيها الأنوار وتنبت رياحنا البساتيني فوق ودعتك الرحمن علام الأسرار وعساه مع الأبرار روحك طلوق والله والله ما توفيك الأشعار ومهما نقول القول ورثك يفوق ودنيا تدرك سلاموات دوار ومن ما شرب هاليوم باكر ودنيا تدرك سلاموات دوار
من ما شرب هاليوم باكر يذوق هو مرحوم يا اللي عقبك القلب منهار يشكي عذاب غاير في قبرك تشتعل فيها الأنوار وتنبت رياحنا البساتيني فوق هو ودعتك الرحمن علام الأسرار هو عساه مع الأبرار يروح والله ما توفيك الأشعار ومهما نقول القول ورثك يفوق يا الشعب الأردني وفاءه لكل من خدمه ولكل قد وقف إلى جانبه. الشعب الأردني الآن يقول الله يرحمك يا صدام حسين، الله يرحمك يا طارق عزيز، الله يرحم كل من كان في مع صدام حسين ووقف مع العروبة ووقف مع فلسطين ووقف مع الأردن. هذه وقفة نقول لصدام حسين شكرا والله يرحمك، والأردنيين لن ينسوا كل من وقف إلى جانبهم ولا ينسوا صدام حسين وأيام صدام حسين وأزلام صدام حسين. نقف هذا اليوم وقفة إجلال وإكبار لشخصية متميزة، كان مهندسا للسياسة الخارجية ورئيسا للدبلوماسية العراقية ونافذة يطل منها العالم على العراق ونافذة العراق على العالم. لقد صاغ مفاهيم قوية للدبلوماسية العراقية وكان رجلا حاضرا في كل المناسبات والملمات التي عاشها العراق، وكان صوتا صادحا بالحق دفاعا عن العراق ودفاعا عن الأمة العربية، ولم يقف عند حدود معينة بل واصل هذا الموقف المبدئي حتى في الرمق الأخير من حياته. وقف صلبا ودافع عن الحق ودافع عن تاريخه كله ولم يغادر مبادئه ولو للحظة واحدة، ولهذا دفع ثمنا باهظا من حياته وسرقة لجثمانه حتى يقال بأنه قد عانى من الكثير من الويلات في اللحظات الأخيرة من سرقة جثمانه. يقال بأن هذا الجثمان قد اختطف من قبل الميليشيات، أنا أرفض هذا القول لأن ذلك يشكل تواطؤا بين الحكومة والميليشيات ولا يمكن أن أفصل هذا العمل عن سلوك متعمد من قبل الحكومة. الشيخ رعد العبد الستار السليمان أحد شيوخ مشايخ دليم، جئنا اليوم لتشييع مراسيم البطل المناضل طارق عزيز الله يرحمه. هذا الرجل من الديانة المسيحية ولكن قدم كثير للعرب وللعراقيين، وهذا التشيع اليوم بسنة وبشيعة وبأكراد وبمسيحيين وكل الديانات موجودة، هذا يدل على أن هذا الشخص كان يشتغل والنظام السابق كانوا يشتغلون للناس عرويين. وكذلك نشكر الحكومة الأردن برعاية جلالة الملك اللي خلى مراسيم التشييع وهذه الموسيقى وهذا الناس والحضور، ونشكر الشعب الأردني لاهتمامه بهذا الموضوع.